أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى عرضنا الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. شارك رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يوم الاثنين الماضي في أعمال القمة المصغرة الإفريقية الأوروبية حول الهجرة غير الشرعية للشباب الإفريقي إلى أوروبا، حيث ضمت هذه القمة الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ورئيس جمهورية النيجر ورئيس الحكومة الليبية ووفدي إسبانيا وإيطاليا والشركاء الفنيين. حول هذا أعد زميل الحبيب حامد محمد الورقة التحليلية التالية. الاجتماع عالي المستوى حول الهجرة غير الشرعية وموت الشباب الأفريقي في صحراء ليبيا والبحر المتوسط كان محور نقاش جمع كل من الرئيس إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد ورئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو والمستشارة الألمانية أنجيلا ماركل ورئيس الحكومة الليبية سيد فايز السراج وعدد من رؤساء الحكومات في كل من إيطاليا وإسبانيا وجمع غفير من شركاء الفنيين في الاتحاد الأفريقي. كان ذلك بدعوة عاجلة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي استلم السلطة كأول رئيس شاب يحكم الجمهورية الفرنسية العريقة. وبما أن المشكلة متداخلة، أصلها ثابت في الفقر والبطالة وسوء التنمية وفروعها التهريب والجريمة المنظمة ومن ثم الإتجار بالبشر وتصدير الشر والإرهاب وزعزعة الأمن في دول الساحل ومن ثم أوروبا، والتي لا حول لها ولا قوة إلا المساهمة في إنقاذ الوضع وخلق فرص العمل للشباب الذي يجوب الصحراء ويقطع المتوسط، والنتيجة هي الموت المحتوم. ظاهرة الهجرة لم تكن وليدة العصر كما قالها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خلال المؤتمر الصحفي، ولكن الهجرة غير الشرعية أسبابها عديدة ونتائجها وخيمة إن لم نضع النقاط في الحروف ونحل المشكلة من جذورها. والتاريخ كما يقول المثل يعيد نفسه، هو أن الإنسان الأفريقي اعتاد على الصعاب منذ اكتشاف القارة السمراء، وهي الموت مغامرة وضياع جيل كامل يهرب من الفقر والبطالة. تشاد مثلا تعتبر همزة الوصل بين الدول الأفريقية الواقعة شمال الصحراء وفاصلة بين الدول التي تقع جنوبها، أي هي المتضررة الأول قبل أوروبا أو غيرها مع ليبيا. تقع على مساحة 1200 كيلومترا يحتوي على أكثر من 10 منفس مع ليبيا، مرورا بالنيجر والسودان وحتى جمهورية مصر العربية أحيانا. وفي ظل هذه الأزمة الخطيرة ليس بوسعنا إلا أن نكون موجودين في كل هذه المساحة من أجل التصدي عن التهريب والهجرة غير الشرعية. هذا غير أن بلادنا تشاد أصبحت ملاذا آمنا لمئات الآلاف من اللاجئين، إضافة إلى ذلك حربنا المتواصلة ضد الإرهاب سواء الجهاديين في شمال مالي أو بوكو حرام في شمال نيجيريا والكاميرون والنجر وكل جيراننا، فتأتي لأزمات مشتعلة. وكل هذه الأزمات جعلت بلادنا الحبيبة تدفع من الخزينة العامة للدولة أكثر من 200 مليار فرنك سيفا دون الرجوع إلى المجتمع الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو حتى الجيران، اللهم إلا المواساة وبرقيات التعزية لشهدائنا الأبطال. المهم، يجب على قمة فرنسا حول الهجرة غير الشرعية بأن تنظر إلى الأمور هذه المرة بمحمل الجد، لأن الهجرة غير الشرعية هي المصدر المورد الحقيقي للإرهاب والمهاجرين فريسة سهلة للتنظيمات الإرهابية سواء في أوروبا أو أفريقيا أو مكان في العالم. أو كما قال فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، يجب على أوروبا أن تساهم بواقعية ومصداقية في مشاريع التنمية في أفريقيا وتخلق فرص العمل من خلال استقلال الموارد البشرية والطبيعية للقارة السمراء. إذا كان هذا سبب التخوف من الهجرة الشرعية، فرص العمل والتنمية هما عاملان حقيقيان لمحاربة الفقر، والذي هو السبب الرئيسي لهجرة الشباب الأفريقي إلى أوروبا بأي ثمن أو ربما العيش الرغد أو كلما لذ وطاب. المهم، على قمة ساحل العاج القادمة والتي تنعقد في شهر نوفمبر المقبل أن تناقش نفس الموضوع، عليها التفكير بالمشكل الحقيقي لهذه الظاهرة التي حيرت العالم. وأخيرا، دعم جمهورية تشاد ماديا ومعنويا ولوجستيكيا لأنها المتضرر الأول، ويجب أيضا النظر إلى حالة الدولة الليبية أمنيا وأن يرتاح الشعب الليبي من دوامة التمزق. وعلى هامش أعمال هذه القمة عقد هؤلاء الزعماء مؤتمرا صحفيا مشتركا حول الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة والتطرف والأعمال الإرهابية، وكان من بين المتحدثين رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. كلمة رئيس الجمهورية بترجمة عثمان عبد الغني إدريس.
خلال المؤتمر الصحفي المشترك في قمة فرنسا حول الهجرة مؤخرا، قال فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إن الجهود المشتركة التي ناقشناها خلال اجتماعنا هذا سواء في الدول الإفريقية أو دول تشاد الأوروبي أو بعض الدول المعنية بالشأن، وخاصة تلك الدول التي يمر بها المهاجرين مثل النيجر وتشاد وليبيا، لا بد من هناك حل عاجل وفي أقرب فرصة ممكنة، أي قصيرة المدى. والحل الذي يكون قصير المدى هو كيف يمكن لنا أن نوقف هذه الظاهرة، أقصد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ونحن جميعا مسؤولون أمام هذه الظاهرة، ونأمل من أجل وقفها ومن أجل إنقاذ الشباب الإفريقي والذي يعتبر ضحية ليس بسبب الموت في الصحراء أو البحر المتوسط فحسب، بل ضحية لأنه يقع في أيادي الإرهابيين الذين يشكلون خطرا حقيقيا للأمن في شبه إقليمنا. بالفعل نحن ناقشنا هذه المسألة في مؤتمرنا وأزمنا جميعا بالأمل سواء، ولكن هذا بعد الضعف في صفوفنا. مثلا حالة بلدي تشاد هنا أكثر من منافس تربطنا بالحدود مع ليبيا وتشاد، وليس لها القدرة من تأمين أكثر من 1200 كيلومتر موزع في أكثر من 10 منافس، وتشاد والنيجر متشابهان في الوضع أو الحالة. لذا قمنا بتقديم طلب طوارئ لمواجهة هذه الأزمة، وهذا الطلب مقدم لشركائنا من هذه الصالة، لأننا جانب أزمة الهجرة الآلاف من اللاجئين سواء في إفريقيا الوسطى وغرب السودان ونيجيريا والكاميرون ودول إفريقية أخرى. وتقريبا من هذه المعسكرات هنالك تهريب لبعض اللاجئين إلى أوروبا. لذا فإن تدريب رجال القضاء ورجال الأمن والشرطة أمر لا بد منه، وهذا في فرصة قريبة أي قصيرة المدى. والأمر المهم في هذا كله على الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، هل هذه الأزمة من جذورها من خلال تأسيس أو بناء أو خلق فرص عمل ومحاربة البطالة من خلال استغلال الموارد الطبيعية؟ بهذا قد نصل مباشرة إلى غايتنا، ونستطيع أن نحدد آفاق مستقبل شبابنا. وختاما سنناقش نفس المسألة وهي الهجرة غير الشرعية في شهر نوفمبر المقبل في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.